يا مرحبا بشيوخ عوف حرب وفي الخصائل، وقفاتكم ما تنجح تشهد باب الابرفايل، بعزة لازم نحصلكم من الناس الاوائل، انتم لنا ظل ودرايا الله عزاكم بالوجود. الله يحيي من حضر ونقولها والراس طايل، في ضيافة الشيخ الكريم وربع رجال الحمايل، رواة عام الروس حرب اللي تعد الكل مايل، تاريخهم يشهد لهم وفربهم ودا سنون. راسي انياب تنعم صاحب الطيب واهلين حميدا عنب على العزة اساسي شيخ اليوم من غدر العلم من شرف في بلاد حرب يوم الحماس. والشيخ وربوعه على راس مرقاب، واللي وقف للطيب محد يذمه. جينا الحفل حميد بن حميدي شيخ العز الراس مثله وشرواه، تحية تقدم تامة والعود على جرد الضيوف. يا مرحبا ترحي بيت هديتها بين الوصيف. حنا حروب ولا الحجر نفر طريقا من حجر، دروب ولا ما هي دروب معوده ومشرب بكر. وانا رواة على الطيب والجود يوفون مقامهم حرب ثقل، وتكانا فيك اللازم لقليله يسدون. هلا مرحبا باللي لفونا وبداعي المحبة شرفونا، لهم بالتراحم تقدم وهم بالمشاعر شاركونا، وهم بالمشاعر شاركونا. هلا والقصيد انتم ضيوفة تباها من الفرحة حروفة، عجز لا يعبر بالمعاني عن المنظر اللي هو يشوفه. الأشقر والمطايب هلا بالحبايب والقرايب، تزيد السعادة من غلاكم ويهل الشعر مثل السحايب. هلا مرحبا باللي لفونا وداعي المحبة شرفونا، لهم بالتراحم تقدم وهم بالمشاعر شاركونا. وفاكم ترى هذا دليلة بليلة ولا هي أي ليلة، كذا الطيب بأهل الطيب تكاشف بروقه في مخيله، تكاشف بروقه في مخيله. عسى الله يديم احلى الليالي ويشارك فرحنا كل غالي، وهلا يا ضياء الحفل كله لكم قدر فوق الراس عالي. هلا مرحبا باللي لفونا وداعي المحبه شرفونا، هلا هلا لهم بالتراحم تقدم وهم بالمشاعر شاركونا. من الجود وانواع الجمايل على مدحكم فعل ودلايل، وبكم نادر الشعر يتغنى بالامجاد وبزين الخصايل، بالامجاد وبزين الخصايل. وجزيل الشعر فيكم نعيده على مطلع بيوت القصيده، ولكم بالتراحب تقدم وصادق مشاعرنا السعيده. عسى الله يديم احلى الليالي
لكم قدر فوق الراس عالي، لكم قدر فوق الراس عالي، وجزيل الشعر فيكم نعيده على ما طلع بيوت القصيدة. ولكم بالتراحب نتقدم وصادق مشاعرنا السعيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، شيوخ القبائل، أيها الحفل الكريم، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلاما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب باسم شيخ قبيلة الرواة الشيخ حميد بن حميد الرويتي، فحياكم الله وأهلا وسهلا في حضور كنا نترقبه منذ أمد، وتتوق له النفس لولا أن حدثنا بعض الظروف الصحية التي أجبرتنا على التأخر عن ذلك وعن غيره. فحياكم الله في حفلكم الذي لم يزدال ولم يصفح ضوءه ولم يشع نوره إلا بحضوركم الكريم. فحياكم الله فردا فردا، ومرحبا بكم نزلتم في سويداء القلب قبل أن تنزلوا في أماكنكم في حفلكم هذا. شيوخنا الأفاضل، تعود بنا الذاكرة قليلا في عبق التاريخ لنجد أن جبل قدس الأشم كان يسمى سلة الغداء، مما دعا كثيرا من القبائل للاقتراب منه أو محاولة التملك والسكن فيه في تلك الحقبة التي كانت لها معالم وصفات اختلفت عن بقية الأزمان. وجد في وثائق جبل قدس من استطاع التملك في الجبل من قبائل بني يزيد أهل حجر لفترة من الزمن، ثم باع عندما انتهت الحاجة إلى هذا الملك. حفلنا الكريم لا تفي العبارات ولا الجمل، فالموقف كبير والشعور لا يوصف والبهجة والسرور موجودة. فحياكم الله، حللتم أهلا ونزلتم سهلا. حفلنا الكريم خير ما نبتدئ به حفلنا هذا، آيات من الذكر الحكيم يرتلها على مسامعكم عيسى القارئ عيسى ابن هليل الرويتي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. حفلنا الكريم كلمة ترحيبية للشيخ حميد بن حميد الرويتي، وليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا الأمي، وصلي على وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة منين يبدأ الواحد؟ نسأل الله السميع العليم أن يحفظ جميع من جاء. يا هلا وسهلا، حي الله ضيوفنا، حي الله من تعنانا وجانا، حي الله جميع من جاء من بعيد ومن قريب، وبيض الله وجيهكم. وهذا إنما يدل على حضوركم، يدل على الوفاء والعلم الغانم اللي تملكونه. حقيقة ما أعبر، يعني أنا يعجز التعبير عن ما في صدري، ولكن أقول لكم شكراً، شكراً لكم، بيض الله وجيهكم، ولا يسعني ألا أشكر جميع على هذا الحضور، على تلبية دعوتنا، وأجعلكم دائم سالمين. نسأل الله السميع العليم أن يعيننا وإياكم، وأن يحفظ ولاة أمرنا، ويحفظ وطننا من كل شر ومن كيد الأعداء، وأن يحفظ بلدنا، وأن لا يرينا مكروه في بلدنا أو في أنفسنا أو في وطننا. نسأل الله السميع العليم أن يعين الجميع، وبيض الله وجيهكم، ويا هلا وسهلا وإكراما، بيض الله وجيه الجميع، ويا هلا وجميع ضيوفنا، جميع الضيوف ما استثني احد، كل ابوكم اعزاء وكل ابوكم غريب، ويا هلا ويا مرحبا والغلا، حي الله الجميع، ويا مرحبا ويا سهلا وسهلا وسهلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حفلنا الكريم والشعر ديوان العرب، ولا تزدان مناسبة ولا حفلة إلا بالشعر وقصائد. نبتدئ بقصيدة للشاعر حويد بن علي الرويتعي، قصيدة على نمط الزمالة، فليتفضل. حظوة وانت تستاهل، ودليل بحق، واستاذ منكم جميع، والله انه في حق جميع انتم، لكن ما شاء الله تبارك الله عاد احنا ما نقدر نجيب كل ديارنا، انتم تغزونا بعدين، ولكن الله يديم علينا الأمان، ويديم علينا حكومتنا، وييسر امركم، وبيض الله وجهك يا ابو احمد، وبيض الله وجهك جميع الحضور اللي لبوا طلبك، والله العظيم اني اعتبره في محلي. ونقول لكم عن اذنكم جميع، وعن اذنك يا ابو احمد، والله من عند اليوم انه جاي من جده، وعندي من ينبع، وهو خبر كل شيء. شيخ سعد بن مرزوق ابو حجر امير الحجور من جهنم، جاينا وخلى ضيوفه تكميل لكم يا حرب. يستاهلون هذا الرجل وافي بجميع مناسبات المغرب، وبيض الله وجهه. شكرا يا ابو مسعد، والله جميل والله قبائل الحرب يستاهلون، وجميع قبائل المملكه العربيه السعوديه والله نعتبرهم قبائل. شكرا لكم منا جزيل الشكر، واكرمك الله، وهديه ترى موجوده. بيض الله وجهه، انت تستاهل، استودعكم الله، استودعك الله. شكرا يا ابو مسعود، الله يسعدك. يا مرحبا بشيوخ العوض حرب وفي الخصائل، رتباتكم ما تنجح تشهد باب الابرايل، بعزة اللازم حصلتم من الناس الاوائل، انتم لنا الله يحيي من حضر.
ان يغفر له وانام الشاعر منصور الذي كان رويت في قصيده تحريريه فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا ومساكم الله بالخير جميعا. اقول يا مرحبا من باب مكه للمدينه بالضيوف. باسمي وباسم الشيخ عن قوم تحشموا ضيوفها. ونشهد ان عيد ثالث بالتراحيب محفوف والعود الازرق والدلال اللي بروم تحوفها. بضيافه اللي مجدهم مجد تليد ومعروف. اهل الرزينه ربعي اللي ناديات كفوفها رواتعه في ساعة الميقات. معلكم دور. رواتعه في ساعة الميقات ما تعرف نكوف. ريف الضيوف والمعادي مصقلات سيوفها. زفنا الدخيل اللي 8 سنين ما بين الطوف. عاش بحمايتها رغم كيد العدا وحلوفها. في راس شم مرتفع عن كل من حوله يروف. دق سلبي اللي بها الشعارة كثر وصوفها. ماكر صقور ما داحمها على العليا توف دون الكرامة والمدايح ما تهاب حتوفها. والله يبارك في حميد. والله يبارك في حميد داعي الجمع شروف. لأجل القبيلة ما يوخر أحساب ظروفها. عز الله ان شيخنا اللي دايم يصيد شفوف وربعه على الحروه ولقيا كل قرن شفوفها. ما عليك مزور. هذه مشايخ حرب. هذه مشايخ حرب ما ياقف يا وقفه وقوف الا من اللي واقف في دقه التحيه خوفها. متوارثين العز والنوماس هيبه ومعروف والكل شيخ صفحه من العز يبشوفها. تحازمت وزير دق وبارك الله فصفوه. تحازمت وزير دق وبارك الله فصفوه. اللي على كل جزيرة ثابت معروفها. والترك راحوا بين ضربات البنادق والسيوف خلت منازلها ولا عاد الطيب وقوفها. والساسلم انهم زود ما على البنيان خوف. لو المغازي والمعارك عاصف عصوفها. يا باحث التاريخ يا باحث التاريخ تلقى بدها بنقش الحروف كم معجزة يحتار قاريها بفهم حروفها. ولاهي على حرب بغريبة لا بتي ستر الهنوف. أهل الثلاث اللي معجزات اللي كبار كلوفها. ما هي على حزة سعة ولا على دقة فوق. ربعي تموت ولا يعيش الدل داخل جوفها. واليوم في ظل الحكومة حاينة كل الصدوف. في حكم حاكمنا انفد ما شكينا صدوفها. في عهد سلمان الحزم والعزم. في عهد سلمان الحزم والعزم خيلات القنوف. عاش ويعيش محمد اللي نفعول نشوفها. نجمه بدا يوم النجم المعتدي صابخ سوف. واعظم دول الكون نوخها وهان عسوفها. مختامها اصلي واسلم عن حجاز الطوف على شبيع امها الهادي بل خوفها. سلامتكم. الشاعر ناهي ابن ناهر الجابري نفس الله. يا مرحبا باسم رجال الوفيين ترحيب كله قلتها شاشة. راسي انياب تنعم صاحب الطيب واهلين حميدا عنبه على العزة. اساسي شيخ اللي من غدر علم عمين شرف قبيلة حرب يوم الحماس. انياب تنعم صاحب الطيب واهلين حميدا عنبه على العزة. اساسي شيخ اللي من غدر علم عمين شرف قبيلة حرب يوم الحماسي. شيخ الجزالة عازم رجالة جازلين ما هو محسب فالشحم فالتباسي ما هو محسب في هلا. والنبى الزين أمير ويرحب بقصرنا الرياسي فعل الكريم يا
عزمنا كريمين طشل فراس طشل فراش وصف كله الكراسي فعل الكريم اللي عزمنا كريمين طشل فراش وصف كل الكراسي ويقول لضيوفه على الراس والعين ما يترك الواجب ولا هو بناسي شيوخ حضروا من وفاهم وملبين شيوخ حرب اهل البطوله وكاس يفعول حرب تنوم سلك المدبين وحربت والمثل جبال الرواس افعول حرب تنوم سلك المدبين وحربت والمثل جبال الرواس يشوخنا غليل واقول نعمل لهم معزه عندنا مات قاسي واليالفانا من قريب واللي لفانا من قريب وبعيدين كل الدبايل برضه فوقه راسي الصف واحد ما قسمناه قسمين والراس في وقت المواقيف قاسي وحنا نعاون الرياجيل ونعين فعل المراجل نكتبسها اكتباسي وباسم الجوابر والجوابر العزيزين اسم الجوابر لازم يكون اساسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. الله يحييكم من حياكم. وحنا الليلة نعد أنفسنا ملاك ونرحب ونهلي بالجميع. وباسم حرب نرحب باللي حاضر إذا في أحد من قبائل ضربة باسم شيوخ وعيال وحرب عامة الله يحييهم. الشعر ديوان العرب سحر الألباب والشعر له في قمة المجد قمة وسلام تسليمة غلا كلها أعجاب تسليم حربي رضا الحفل همة وباسم حميد يا هلا والف ترحاب شيخ يضم الطيب والطيب ضمة يا مرحبا يستاهل وباسم حميد يا هلا والف ترحاب شيخ يضم الطيب والطيب ضمة يا مرحبا ترحيب من شاف غيار يغليه مغرى من غلا عيال عمه حياك مره والسعد جت له اسباب وسمى السبب يا عارفه قلت سمى وعادت رجال الطيب عكفان الاشناب جمعت رجال الطيب من كل يمه وجمعت رجال الطيب يحسب لها حساب وانا مع اهل الطيب لي علم ضمه والشيخ وربوعه لهم ينفتح باب باب المكارم والكرم في متمه وحميد الشيخ الموقر دع اصحاب واقراب وشيوخ ورياجيل ذمه وحميد الشيخ الموقر دع اصحاب واقراب وشيوخ ورياجيل ذمه دعوه وفا والشيخ ما عنه مليار واللي يدع الطيب توافد لهم والشيخ وربوعه على راس مرقاب واللي وقف للطيب محد يذمه رواتعه ربعي لهم فعل انهار ورجالهم رواتعه ربعي لهم فعل انهار ورجالهم تجرى الحميه بدمه من طيبهم من طيبهم حظوا على جمعه احباب ولبوا نداهم لابسين لعمه والحفل راقي واشقر البن ينسى وجمر المباخر ريح عوده انشمه وجمعه غرانه بلغره كيفها طاب وهمت هل الوقفات بالوقف همه ذولا قبائل حفله
دمعها تعتق القاب والعز واصل حد كيفة وكمة ودون الوطن حنا ترى دروح وحلام وعدونا جنوحه اخته مع امه في ظل من يحكم على شرع وكتاب منزله ربي على خير الامه صلوا عليه وسلموا يا اهل الباب والحفل قمه وجمعه الربع قمه والسلام عليكم. ولا يزال الشعر ياخذ دوره في حفلنا هذا. الان مع الشاعر صلاح بن صالح الفريدي الحنفي ليتفضل المشهور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسم الشيخ حميد ارحب الجميع والله يحييكم واسال الله عز وجل في هذه الليله المباركه أن يحفظ بلادنا ومليكنا وولي عهدنا من كل شر مكروه. وأتمنى القصيدة أن تنال على الباب. القصيدة الوالدي الله يحفظه ويطول بعمره الشاعر صلاح الحريري. جينا الحفل حميد بن حميدي جينا الحفل حميد بن حميدي شيخ العز الراس مثله وشرواه من هالقلوب الواعية تستفيدي يا الله لعلك يا الردي من فدايا والله ما جاه السطر من بعيدي من حرب من حرب والحرب على العز مبنى يا مرحبا يا مرحبا تشهد لنا خدمة السيوف
ما هي موجود فلان وفلان
عطش كيلو ضنيه. هالصيف ذهب وشعر الميوزن قدها في حريقي لصار ما يروي عطش كل ظنيان يا مرحبا من خاطر ما يضيق ترحيب تحميد يا جو ضيفات يا مرحبا من خاطر ما يضيق ترحيب تحميد يا جو ضيفان يا مرحبا بالمحفل اللي يشيقي عدة يا مرحبا بالمحفل اللي يشيقي عند الكريم الشعب بالنشر نجوان سايقر بقمة جيتس دايم يويقي لمركز ومجلس ومنزل ومسكن سايقر بقمة جيتس دايم يويقي لمركز ومجلس ومنزل ومسكن ويا مرحبا مليون لعبن يليقي عند الخوف وعند عمار الامجاد بضيوفنا من كرفت ووسيقي الاشرف والطيب طلقين الايمان وكل القبائل صف بدر الشبيبي والدار واحد والملك فيه سلمان سامحوني انا قطع النظر عندي ثلاث احقاد شوي سلام عليكم الجميع قصيده الشاعر سلمان بن نفاه الحلبي فليتفضل أمّا أنت يا نتّاف لك سمعه ولك لك ولك لفتة نظر
ميزانكم ما نرخصكم وقيامنا بلا استثناء. لك سمعت وطنخه راس سمعه وطنخه راس واعي لك على ليله قدر وعطيك من ربنا ما يزيد فيها لك ركاب يا عسكر عطيت من ربنا ما يصير فيها لكلك يا عسكر الموعود جيتكم لنا فخر فخر يا عسكر الموعود جيتكم لنا فخر فخر نرضي من يمشي على سلم الرجال ويدركه وان كان قلتوا عوف لا دقت ميزانين الخطر ينوفون الخصم في الميدان من دون حركه فالمراجل له شموخ وله مقر واللي دكت مثل البهيمة حط راسي بشكر رافق رفيق فالمراجل له شموخ وله مقر واللي دكت مثل البهيمة حط راسي بشكر واللي سرى في الليل يستالي ولا يوجد قمر إلا رضيم من ربنا قبلك دروب دروب وليال الله مولاك قدامك دروب ما هي مسككة ما هي والله حنا حروب ولا الحجر نفض طريقا من حجر دروب ولا ما هي دروب معودهم شربك حنا حروب ولا الحجر نفض طريقا من حجر دروب ولا ما هي دروب معودهم شربك لنا خطانا ما يدون حقوق انا لازم زمر نقدح سطر وصل واحد سلم ولا معركة خشوم نسالمنا نسالمها ولا من نظرة ولا خشوم اللي تنافق كل خشم نفرك خشوم نسالمنا نسالمها ولا من نظرة الله خشوم اللي تنافق كل خشم نفرك كل القبائل نعم فيهم ويش زيد ويش عمر لكن كلمة نعم من الله اللي تدرك مثل بشر الله والطيبين بطيبهم واهل البشر واهل البشر وكل على طابعه قدامه طريق يسلكه احد تحالف هالهزيمه واحد حالف هالنصر واحد يمالدك مثل الموتى اللي نشركه ما يرضي يصبح عودي ويضل عور يبقى عور ما يفيد مدحي لو مدحت من الرياض المدركه ما ادرك انت فيه من الأرض يبقى رضي وظل عور يبقى عور ما يفيد مدحي لو مدحت من الرياض المدركة بعض العرب يفرد عضلاته ويفرد فنحه يقول للناس علكة ما إلى البلاء هو علكة يطيبها لحمة وحب أخوان من بطن وظهر ويلعن ابليس اللي تفرغ للعرب بالحق الشر له دقت وتر والخير له دقت وتر وهذا الزمن نص البشر لها لجاجه ودبكه والوقت الاول زمان الاول كل البشر تارد على الموت الحمى واليوم بعض الناس خافت لومها صفقة نكة أمن ومان ودوة المتخر ما تحس بخطر دولة على التوحيد ما هي دولة متفككة من خاف من ضرب الرصاص ولا نخاف من الحجارة ولا تشيل هم الحمل لسر الجمال المرك من خاف من ضرب الرصاص ولا نخاف من الحجارة ولا تشيل هم الحمل لسر الجمال مبركة أحد ورد على الظما وأحد ورد على النهر والعاربة يمشي على دورة زمانه وفلكة ما عاد فيه الجملات بسر ولا في الدهر اللي يوثق مدركم واللي يضيع مدركم السلام عليكم ورحمة الله.
الشايب واقطعها انا ما صح ولا لا صح الكلام سلام الشاعر سويله بن مرجي الحربي اللي ضرب المشروع السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حيا الله الجميع في محل الجميع عندكم يا مكملين المواجيب عندكم يا مكملين المواجيب واقول كلمة حق مسؤولة عنها رموشنا شبت على الطيب وتشيب بحلال الضيفان كامل وتنهى عندكم يا مكملين المواجيب واقول كلمة حق مسؤول عنها رموشنا شبت على الطيب وتشيب دايم دلول الطيب ننسى رسنها وضيوفنا 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 تشرفونا مع ذيك بإعلان الضيفان كامل وتنهى وضيوفنا تشرفونا مع ذيك بإعلان الضيفان كامل وتنهى وكل القبائل كل القبائل مثلنا تفعل الطيب تجلى عن النفس الحزينة هزانا تكفون قولوا تم تكفون لشحت حروفي وقصر ومشيت لي درب ما هو بدربي يقولوا ليش نهج الابطال ما صرت ما ودي تفسير انسب الحربي قبل المسيده ودي اقول بيتين واجب علي القيمه الوقت حاصل قبل المسيده ودي اقول بيتين واجب علي قيمه الوقت أحاسب أبو أحمد المطلوب في العسر والنين هو رأس مال العزوته والمكاسب الشيخة قليل الحجاجين رجل مناصب في المكان الناصب الليل ليلك يا قلم حط النقط فوق الحروف الليل ليلك يا قلم حط النقط فوق الحروف يعني دفينا قدر الموقف لا تشفي من فتور انسج قصيدك انها سلسال انسج قصيدك انها سلسال في صدر الهنوخ اللي وسامت خدها غطى على بدر البذور اتعب ما دام ان التعب في راعي الحفل مخروف ضرب سلعة غالية في سوق أهلها ما تبور دامك على وضح النقا والطيب والعز معروف فكر بتسديد الجمايل لا فكر بالظهور ارقى سما واقدح سطر ارقى سما واقدح سطر وابتع مثل بدع السيوف في حفلة الشيخ الكريم الشام خسيفة البتور اثبت على وسط السلام ولا تجي حول الردوف اثبت على وسط السلام ولا تجي حول الردوف اروي ميول الدائقة دامك على الجزلة غيور من يوم يومك يقلمي لصياغة الحرف المحفوف دايم تغريد اكسجة منها يغارن الطيور شعل القناديل الفرح وارقص على ضرب الدفوف هذه هي اسم افراحنا ما هي لنا نقطة عبور أما وقوف ريبي ولا بلاش من الوقوف إن كان ما جملتني تكفى تعذر ومعذور ثم وقوف يجيب بي ولا بلاش من الوقوف إن كان ما جملتني تكفى تعذر ومعذور حرب العريقة ما تغيرها النيام والصدوف متكاتفين حرب العريقة ما تغيرها النيام والصدوف متكاتفين ومكملين البعض بكل الأمور سلام وين المرحبة تنتين لا يمكن الطوف تنتين في نفسي لها نفس المساء سلام وين المرحبة تنتين لا يمكن تطوف عفوا سلام وين المرحبة
ثنتين في نفسي لها نفس المكانة والشعور. ضيف الكرام وحفلهم حفلي ورحب بالضيوف وضيف الكرام وحفلهم حفلي ورحب بالضيوف والألسنة من طبعها تكشف ما تخفيها الصدور. يا مرحبا تلحيب تخضع لها كل الظروف من طيبها تدخل تباشير السعادة والسرور. ترحيب أنا مليار في مليار ما هي بالولوف ونحس بالتقصير لكن سامحونا بالقصور اجهر بها وابخر بها عن ربعي الغالي العوف اجهر بها وابخر بها عن ربعي الغالي العوف. صيغت على بندلة أجهر بها وفر بها عن ربعي الغالي العوف. صيغت على بندها ما هي على بند البور. الليلة هالليلة حلي إن العمى عينه تشوف. الحفل نور الزاد والضيفان نور الحفل نور. حياكم الله حياكم الله يا ضيوف العز من قلب الشغوف. أكبر شرف وأعظم فخر لكم ترحب بالحضور. الضيف يفرض هيبته الشيخ قدام الصفوف نقدره ونوقره من قلب ما ضل عصور. الحفل لولا وجودكم مثل القمر وقت الصفوف انتم شعاع افراحنا وانفاسكم مثل العقور يسوقها ويقولها شاعر على الجزله له بغوص لاجل قلعه دره من اعماق البحور سمعونها التفتيش. مع الشاعر المقدم فهد الشامل فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله علمن حياكم. يقول الشعر له قدر ومعزه وقانون والشاعر الموهوب يمسك عنانه يمسك عنان الشعر والدره مخزون يسوق من عذبه ويحفظ كيانه. وانا حضرت الحفل والجزل مضمون وجهزت من نظم الفرايد اسمانه قصيدة له للوفاء دور مكنونة عدها والقافة في عنفوانه. رواة عهد الطيب والجود يوفون ومقامهم حر ثقل وتكانه في اللازم للقبيلة يسدون ودون اخوي لحكاية والوقت خانة منهم حميد دل لو قصور بل الكرم والطيب عبر وزان منهم حميد دل لو قصور بل الكرم والطيب عبر وزان. فعائلة غطت على اللي يعدون ومن السطر حول وسلم حصانه في مكفن كل الخرايق يشوفون يوم القويل قابلين المكان. من السطر حول من السطر حول وسلم حصانه إماك مثل الخرايق يشوفون يوم الهويل خابرين مكانه. على الشاد اللي ما يجلس بهدون إلا من وراه الله شانه وفي الربع للشدايد وممنون اللي سوت له زين والرب أعانه. قوم اللي أكاد الصعايب يبينون ومنصر من حده وضده زمانه وديارهم من دون هالسيف مسنون ما جهد حربة خشب ولا مقانا. وانا من اللي نقبل الموت يردون عاداتنا والنصر مكسب الهانة. ربعي شوي نسع في ضح الفور يوم من كل من عيونا زان وكل الرباية والنعم ما يهنون كل على حد وسيع الابطال قلت بمحف الحرب والناس يوحون. شاعر وعبر عن ضميره لسانه يا رب جبني ولد من قبل بالعون دام المشاعر فكر والشعر امانه. سلامتك. صح لسان شاعرنا والان مع الشاعر قدير محمد الشهاني الهيبي فليتفضل الشعر. السلام عليكم حياكم الله جميعا عند من حياكم
وباسم عوف نحييكم جميعا، رواة عبد العوف وكل عوف تحييكم. لكن قبلها بس ثلاثة أيام يقول ما أقول أنا شاعر بليغ المخضرم، ولا أقول أنا جاهل لي قلب ولسان، أبحث عن الطيب والطيبة كم أبعد عن اللي في عرق الردبان. من لا يزيد الغوص يغدي بهالجم، ومن لا يعش المرجلة مات فقران، والمرجلة ما يعمى يرجلهم لا مات صارت من كرم الله ويكمال. المرجلة حظ الحشيبة من حشم ريف الجماعة والقرابة والأخوان، إن مات كل الناس صوت رحم من عاشق رمزوه وعنوان. بابتدا يا سلام سلام يسمع حتى الأصم، كان منه من هذا الطرات والمجد العلي. لو وقفنا على المنظر وقفنا على ساق وقدم، يثبت المنظر لنا تقدير معشوق العشي. جاتني دعوة من اللي لا ومرني قلت سم 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 الله عدو الدين يا عز الرفيق. من حميد جاتني من شيخ واسمه بالختم، من مشايخ عوف من مسموح ذا حق الحقيق. عوف التاريخ يذكرها اللي ذكر الكرم، وانت من ليلة يشود في ضياف الصاحب وجه الطريق. مرحبا في مرحبا ترحيب باسم اللي عزم، مرحبا حياكم الله وسط الطيبة وبطرف العريق. والله اني عارف اللي يبي مني رفيقي وابن عم، كاني اللي على قوم الاوادم مطلع ولا مويه. ارسل اني حاصل شعري وفكري قالتم، بيت الفيت اهندسها وانا ماشي الطريق. بعد قال العلم عن دعوتك وحضوري لزم، فالجواز المال لي نغوص البحر العميق. وانت يبدا في المفسر وضع كيف وضع كم، لين نفرق بين كيف وبين كم، وكل نايم من فيه. وانت يبدا في المفسر وضع كيف وضع كم، لين نفرق بين كيف وبين كم، والنايم فيه. واسمحوا لي بقي بحروفي بعد خط القلم، واذكر اللي يشرب الفنجان الاول كان زين. واسمحوا لي بقي بحروفي بعد خط القلم، واذكر اللي يشرب الفنجان الاول كان زين. يشرب الشيخ من الربع ظل وربوع حشم، دور يبقى في عيني الضرس ناف منطوبه رحيق. دور ربع بالنوازم الدعاوي لها رد وخصم، ياخذ الشوق من عريف ربعه ما تلف الاصطفيف. والنصاح اللي يبون القاه رحب وابتسم، واستشف العلم منهم شيء لايق وشيء ما يليق. ما يسوق الجاه يم اللي يعض اصبع ندم، ما يقدر جاه الشيخ ولا عزيز ولا رفيق ولا صديق. والمدن لازم الربعه ما توانى واعتزاز المحتزم، وانزل من دون ربعه ما يدوج من فريق يا فريق. هذا والله كيف من يركز على باب علم، هذا والله كيف من يركز على باب علم. لابس المش من زهار ولا تقدم شار حمله والمسيء. وكم نشوف مشود فوق نجوم من عرب وعجم، ما دهات قبلها الشاشات صورة ركز مش وثوبنيك. وانت نصتها اللوازن رداف عنها حق ذربه وانهزم. ذاك كم وكم من مثله يشدون اللوازم بالمفطح والسنين. نحمد الله نحمد اللي عدنا بالشيوخ من ساس القدم. لا بد لازم تنادوا وانهوى الموضوع قبل يجيك فريق. لا تعز بين الحرب يشوش راسه اللي ذهب. حرب عز وحرب معتب تلقى وحرب من جيت الغريب. دون قاصر فرق باين مير حرب لها وسم، دون قاصر فرق باين مير حرب لها وسم. واسمها يفتكها الاشير من خف الريس النحيب. كم تهول هادي اللي ضاع من فينا ولا رد النسم. كم تهول هادي اللي ضاع من فينا ولا رد النسم. جاه زرقة رمح مع عروض صابه من زناد ام الفهيم.
اتحدنا حاضرة مع بادية تحت راية تحت اسم راية التوحيد والإخلاص راية واسمنا الشام خطوي والنهاية يا صلاة الله على المبعوث فينا واختتم عد من صلى عليه وعد من حلف الطاف البيت العتيق. السلام عليكم. صح لسانك. والآن مع الشاعر الحريق شاعر أوركان الشاعر فراج بن محمود الصعدي في الإطراف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيابة عني صرت عني ونيابة عن رضعي المطالبة من الصواعد من عوف نهدي الشيخ ميد على نجاح هذا الحفل المبارك. وهذه أبيات مختصرة عبارة عن باقة ورود قطفتها من زهور جبل وركان هي للجميع. منسوب ما بين الجبال الثقيلة وركان والقش بينهم بين الاثنين قانون ضلعان دايم المسافر دليلة مثل العلم معذر وجاي قراح كأنها الدرب مصيون فيها صفات نادرة مستحيلة ضلعين بين اثنين فيها يصلون ورقان موصيني الشيخ القبيلة حضرة حميد شيخ والناس يدرون يهدي سلامه مسك معزل جبيلة ممزوج بالريحان بالورد مدهون يشمل رجال أهل الوفا والجبيلة والجار وأهل الدار والدار مصيون قال لي توصل لبيوت جزيلة رمز المحبة بيننا شيء مضمون خلت لها التاريخ سيرة فضيلة غصب على العدوان وإبليس ملعون لك سيرة تكتب عريضة طويلة حكمة رجاحت عدل بالدين مضمون زمن الدخيل إن جاءت بالوقت ميلة ينصرك يوم البعض عني يصدون يا مكرم الضيفان منجي يا مكرم الضيفان منجي دخيل قهار للعنوان والسد مكنون يا ثالث الاثنين ما فيك حيلة ضلعين يعلم سر خالق الكون والضلع شامخ ثابت بني جيل ما قيل الناس إلا الشوامخ يهدون فعل الفتى بين الخلائق كفيل والفعل يبقى والمخاليق يبنون من دون جامل لو بتحكي بقيل الحق أقول والعوادل يذمون من ساس حرب أهل السيوف الصقيلة من عهدهم لليوم للمجد يرقون حب الوطن ما حب الوطن مو فين الصدق كيلة حتى الصعايب ترفع العجم وتهوب وكل القبايل كالعدود النهيلة متلاحمين بعز للعهد يوفون نبلة من التعبير من دون طينة أكبر رحيق القول قاف على النوم. والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. حياكم. وأنا أعتقد نفسي الليلة عند الرمز والشيخ وكلهم أصحاب السحابة اللي همت ورعدت والمرق لا وامرت والسيف سال وغبت يا المشنافة وعشقت كل الأنفياف وكل مهموم استراح وهات يا شوف وهات يا هجوز شعري فرايد صاهية مهبتي حبيتها من مساحة الصباح واللي زادتها في وسط المعاني الكافية ما خذيناها هدية لرجال الفلاح وما شريناها ضجت علينا لافية ودي اهديها رجال المعزة والصلاح الرجال اللي على الطاية متشابية ما لها في بعض دينة مدر ولا مراح دين الماهي على العزنا بالقافية ما تشابه هزيل الجو وضرس الضحاك ورمية
في حفل رجل الهمات فرحة وإشراق لجد القوصة بحور ومطل على أصدافه. جيت للساعة الدعالي يا عسى درب الهجاء الله أنه يسرده ويحقق الأهداف. من سلايا الناب كن كلها عز ومصاح عيالنا إكبال من زبن عمدر والحافظ ساسهم الله كل من يفلط الماء تابت حياض المنايا ساعة الميقاف. العدو فعلهم في نهار الكون طاح فعلهم واضح لكل البشر إنشافي. وحرب حرب أهل الوفا والشجاع والسماح والكرم والعز والطيب والأعراض ما يكفيهم تصيب ولا كثر من داع ما يكفيهم تصيب ولا كثر من داع فالمعارك محسوبة للدموع اللافية والدباية كلها طيب وعموم الملاح. النعم فهل المواجهين ولا شرابها ويالله انت احفظ لنا سلمان يا مجرياء احفظه يا رب والمسيط يا من العافية قاسم الميتين يستاهل على صدره شاع حامي الأمة عليم الجد والأستاذ نائبه صدر شيها خفاق الجناح على مين ابن سدى إعداد سلم إزعافه ما شربت ما ضربت خصم من غير ضربها شابه ما شربت شربت غير من عند الدراح وما ضربت خصمكم غير ضربه شابه ولا اعطيت المنده اللي تعذبها النواح اللي جيت من ما هي زي الجابه يا بني العرش كفالك ورسول الله تحفظ زادها لنا يا علي الخاطر سببكم ومعكم كلمه الأستاذ قديمة وقاسم محمد صالح الجيش بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أيها الأعزاء كلنا نرحب بكم في هذا المحفل الكريم وهذا الجمع المبارك الذي تسوده المحبة ويسوده الصفاء ونحن جميعا عند رجل كريم آل على نفسه إلا أن يجمعنا في هذا الليل المبارك يجمعنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نتعارف فيه ونحن في يوم من الأيام الطيبة المباركة. فعلى أي حال نشكره جزيل الشكر على هذا الجمع المبارك الطيب ونشكركم باسمه على وجودكم وعلى مشاركتكم وعلى تلبيتكم الدعوة. وفي هذا اللقاء والأعزاء نرى أن المحبة تسود الجميع والصفاء يسود الكل وذلك بفضل الله تعالى ثم بفضل هذه الدولة العزيزة الغالية هذه الدولة التي أزالت الشجار وأزالت المحن وأزالت الأحم بين القبائل ونحن اليوم نعيش في ظل ظليل في ظل دولتنا العزيزة الغالية التي يجب علينا أن نكون دائما وأبدا رجالا مخلصين لها ولوطننا ولبلادنا. إن دولتنا العزيزة الغالية أيها الإخوان دولة عزيزة ولذلك يجب أن يكون كل منا على ثغر من ظهور هذه الدولة. إننا نعيش بحمد الله في أمن ورخاء واستقرار نعيش في أمن في الوقت الذي فيه غيرنا يعيش في حالة من البؤس ومن التشاجر ومن الاضطرابات. نحن نعيش في أمن ويسير الواحد فينا من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب وهو آمن مستقر لا يخاف على نفسه ولا على ماله ولا على عرضه. ولذلك حياتنا بحمد الله حياة الكريمة توجب علينا أولا الشكر لله سبحانه وتعالى ثم لهذه الدولة العزيزة التي يقودها آل سعود وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وسمو لعهد الامين. ان هذه الدوله توجب علينا وهذا الاستقرار يجب علينا الشكر لله عز وجل، ثم لدولتنا الاخلاص لها وعلى كل واحد فينا على ثغر من ثغور هذه الدوله. يجب ان لا نتيح لاي انسان مغرض، اي انسان مغرض لا تحل فرصه ان يدخل بيننا او يدخل في ثغر من ثغور حياتنا التي نعيشها. اشكر هذا الحضور واشكر ان اتاكم الفرصه ان اتحدث بهذه الكلمه القصيره التي اردت بها ان نكسر عمود الشعر الذي طال علينا سماعه. ولذلك لا قصور في الشعر ولا قصور في الكلمات، ولكن رغبه في التنويع ووقوفا عند شكر معذبنا ودائنا نشكرهم شكرا جزيلا، ونشكرهم على تلبيتكم الدعوه، ونرجو الله عز وجل ان نلتقي دائما على الخير وعلى المحبه وعلى الصفاء وعلى الامن الذي تعيش بلادنا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الشكر موصول للاستاذ القدير محمد بن صالح الدهيشي حفظه الله على هذا الختام، وجعله نسأل الله ان يجعله ختام مسك. اذكر نفسي واخواني ان هذه الليله من الليالي المباركه، ليله الجمعه يسن فيها الاكثار من الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم. ونرحب بضيوفنا حياكم الله على اشعث الرحيل. شرفنا الليله الشيخ محسن بن مسند ابو ربعه، حياكم الله. الله يبارك فيك حبيبي رايد، والله يحفظك، وسعداء هذه الليله بهذا الحضور وتلبيه الدعوه للشيخ حميد الرويتعي، واسال الله ان يديم المحبه والوفاء والتواصل بين الجميع ان شاء الله. حياكم الله. الله يحييك. انا محمد غريب الرويتعي، وانا الشاعر مهندس منصور عقال الرويتعي المنشد من عمر حماد الرويتعي برضه. ما عليك زود، الله يحييك. هلا وسهلا، الله يحييك. والشاب اسمك؟ الله يعطيكم العافيه. ربعنا اللي في الصف الثاني بعد الشيء حامد الرويتعي. والنعم، حياك الله. الله يبقيك. عيد مسفر. والنعم فيك، حياكم الله. يا رب حياك الله. يا هلا مرحبا. نعم حميد الرويتعي. والنعم فيك. عويل بن فيران الحربي. وسلمان. والنعم. شيخ من مشايخ الرواتب. والنعم. لا تحدث شيء. تعد لا وانتو تعدوا. تعد لا محمد غريب الرويتعي. ها محمد غريب الرويتعي. كم رويتعي؟ كم غريب حطيت الحين؟ كله حبيبي الفيديو كله غريب. غريب كله سويته غريب. يا سعدك، انا اليوم عيد اني شفتك. بس الله يحييك. هذا الله يسعدك. حياك من علي بن فران العوفي. والنعم حياكم الله. يا مرحبا. حياك معاك عبد الله مطر الرويتعي. والنعم معنا الزول. حياكم الله. هذا لفظ شاعر ولدان الشاعر فراج ابن محمود المدرمي الصاعدي العوفي المسروحي الحربي. وهذا راعي كتاب ما شاء الله تبارك الرحمن مجد مديرته وجبل الوردان ما خلى الاشجار والاحجار وجبل الوردان اللي صوره القصيده بيض الله وجهه. هذا الانسان اللي عنده وطنيه وعنده على مدار انتماء انتماء لديرته والوطن وبيض الله وجهه ويجيكم جميعا. هذه النسخه هديه منه والقبض عجيب وحده ليله. زور بالرجال الرويتعي أداء عمر حماد وعيسى هري الرويتعي. لا 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 لا
يا حجار القلب.